أخوكم صلاح بن إبراهيم المنائي. من استويت أنا مع البحر، من كثر ما أحب البحر جربت كل الرياضات البحرية بس ما لقيت أحلى من الغوص. من الغوص تحت الماي ننتقل لعالم ثاني. أخوكم خالد بن حسن الحمادي، وأنا من محبين الغوص الحر. الصيد بالفرد هو الشيء اللي استهواني، وأحلى شعور لما تصيد سمكة كبيرة وتودن فيها بيتكم. أنا وصلاح جمعنا البحر وحبنا للمغامرات خلانا نجرب أشياء وايد في البحر. في هذه الحلقة أنا وأخوي صلاح بنروح في رحلة لاستكشاف روعة نبات القرم في دولتنا الحبيبة، وراح نستكشف المكان من فوق الماي ومن تحت الماي، وبنوديكم في رحلة بنشوف فيها بعض الأحياء المائية، وبنكون معاكم في جولة نشوف فيها روعة الأماكن الطبيعية في قطر. أنا وصلاح الحين رايحين حق القرم في شمال قطر. المنطقة فيها وايد طيور ونباتات وحياة بحرية، ويقولون بعد إن في هالمكان يمكن نحصل بعض أنواع الرخويات ويمكن ما نحصل. رايحين اليوم ذخيرة عشان نستكشف القرم. قالوا لنا وسمعنا ان هناك نوع من انواع الرخويات يعيش في القرم، يعيش ما يعيش في الشود. هاي المكان اللي شافوه فيه، لو الحين ما يعرفون بالضبط وين يعيش، وده ممكن يعيش في بين المناقب. شكله شوف عندنا صورة زين، بس يا اخي الصورة طبعا انت حتى ما تعرف شلون شكله شلون حجمه. يلا نحصل. فإذا حصلناه اليوم وكذي عادي نسميه، يعني شوف فكر لك باسم نسميها صلاح. لا شوف شكلها شلون لونها. وأحسن طريقة حصلناها عشان نتنقل بين القرم هي قوارب الكياك، لأن التجديف بيخلينا نتجول بين القرم بدون ما نلوث أو نسبب أي إزعاج. إحنا ما قد جربنا الكياك من قبل، بس إن شاء الله ما راح تكون عندنا أي مشكلة. يلا يلا خلنا ننزل كياك. ما جو؟ والله جو مال كياك يا أخي سبحان الله. بس مال كياك مال كل شيء الله يهديك. تعال كله يلا. يلا بسم الله. أوكي روح بعد. مو خفيف ترى. إيه معلي. هذا الكياك اللي راح نستخدمه. اليوم ان شاء الله الكياك هاي المفروض انه يكون يعني هاي في التكنولوجيا، لان الحلو اللي فيه انه يتقطع ثلاث قطع، فممكن يكون حق شخصين ولا حق شخص، واحنا انا واخوي صلاح بناخذه حق شخصين عشان نونس بعض. فخلنا نحطه على الارض صلاح. والله العظيم انا السمان السمان. تعال خلينا نقول شوف شو السالفه. انا ترى اول مره استخدمه يعني، بس عندي انا فكره عنها. انا عندي خلفيه في الاسكوترات. الاسكوترات هاي نفس الشيء. انا اعرف الاسكوترات. هاي نفس الاسكوترات. انا اعرف الطراريد. هاي نفس الاسكوتر بدون ماكينه. زين هاي اللي تمسكها مع بعض وتتيب. بطله خلنا نشوف. لا تقول لي. بطله خلنا نشوف. رد هاي البلاستيك رد على ورا. واسحب. اوكي هاي قطعه. تعال. نفس الحركه. خليك تعال. فثلاث قطع اذا نبي حق شخص واحد. يعني انا غسلت. هاي نكنسلها. زين ركب هاي معاه. يعني انا اذا تمللت منك ممكن ابطل وخليك تسوقها. اه اوكي. والله في وزن شوي. والله ايه. بس لانه مال نفرين. يلا ما عليه. شوف. قول. عند قدام. زين.
وانا ورا. اوكي. وطبعا عشان موضوع السلامه عندنا اللايف جاكيت اللي لازم نلبسه. ان شاء الله ما نحتاجه. ان شاء الله ما نحتاجه، بس هاي بعد لازم، ما تدري سبحان الله. الحين احنا بناخذ الكياك، وميزته طبعا شكل ما بتشوفونه ممكن نروح اماكن ضحله، اماكن ضيقه اللي ما نقدر نروحها بالطراد والسكوتر، ورايحين في مهمتنا ان نحصل رفيجنا اللي ما نعرف شكله بالضبط، ما عندنا معلومات عنه اللي هاي. هاي دماسه مالت البحر. دماسه مالت البحر، فهاي شكل ما تقول الشخص المجرم المطلوب. عندك مجدافك، اركب انت وحش الله يلحم ورا، اروح الغزير شوي. من البدايه اذا بدينا تراني خفيف. لا يبا ما في شيء اسمه خفيف. شوف اقول لك. زين المجدافة الحين بس عشان هاي. زين. لا يبا ما في شيء. بالعكس، شوف انا اطلع بالعكس. اوه ما شاء الله سريع. ها؟ والله عجيب. ناس وايد ما يعرفون هالمناطق الجميلة والخضرة في قطر. يعتبر القرم في شمال قطر مكان خاص للأحياء المائية ولأكثر من 250 نوع من الطيور. كنا متعودين على مكاين السكوترات والطراريد، بس الحين ما في صوت ولا ازعاج وشعور ولا اروع، حتى السمك والطيور ما يخافون منه. تحس كأنك في غابة. صدق المكان روعة وبعيد عن الإزعاج. احنا متحمسين عشان نكتشف أسرار هالمكان. وقف هنا؟ وقف 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 وقف. مكان زين، يلا خلينا نلحق. ما تبي تتعبنا زياده انت الله يهديك يا اخي. خلاص على خربانه صبح. يلا بسم الله. جيمه المفاصل. ها في زحمه لا يشهد عنها. هدوء قاتل. ها ما شاء الله. والكياك صراحه يعني هدوء، لا صوت لا مكينه. طبعا شجر القرم يعني منتشر في هالمنطقه ما شاء الله، تقول كنا غابه، فطبعا يعني هاي شيء طبيعي ظاهر يعني من سنين مكتشف، يعني حتى في صور من الخمسينات وقبل موجود له يعني مئات السنين موجود في هالمكان. في آخر اجتماع حق حماية البيئة أو منظمة حماية البيئة العالمية اختاروا أن يسمون اليوم لهم هذا اليوم اللي هو يوم حماية القرم، لأنه أصلاً سبب أنه يحافظ على جمال الطبيعة اللي موجود عندنا في البحر، يحمي الأسياف من التيارات المائية أنه ما يتغير. الحين تيار ما ياكل السيف ياكل، تقول كنا وضربات الهواء. ايوه اللي صار في السونامي، السونامي غير في بعض المناطق جغرافيه المكان، بس شجر القرم يعني كسد منيع وبطل غامض يعني يحمي المنطقه من التغيرات الجغرافيه اللي ممكن تصير للعوامل اللي يعني تصير مع التغيرات المناخيه. هل البر يبون مطاياهم ياكلون من القرم اول؟ تبي تجربه؟ لا صراحه انا ما اقدر اجرب. شوف انت جرب معي. مره شيء غريب يعني الواحد ما يصدق انه في شير يطلع في وسط البحر. هل في نظام عنده يعني انه يفلتر يسحب ماي البحر يطلع منه الماي الحلو ويخلي الملح، يعني مثل ما السمكه الحين تتنفس الهواء اللي في الماي؟ شجر القرم طبعا احنا يمكن هاي اول مره اتعمق فيه، بس من المعلومات اللي عرفتها عنه يفلتر اللي موجود وياخذ ايش الماي اللي هو محتاجه والاملاح والاشياء من الطين والتربه. شكل ما تشوف احنا طول ما احنا ماشيين العروق يعني ظاهره في 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 كل مكان، وهذه هي اللي هي تغذي هاي الشير اللي حوالينا. شو رايك في المكان؟ والله عجيب صدق.
سبحان الله، شيء عجيب شلون هالقرم يعيش في هالبيئة القاسية والماي المالح. وهذه الثروة لازم نحميها من خطر التلوث ومن بعض الناس اللي ما يشعرون بالمسؤولية. وتمينا نستكشف المنطقة وعجبنا التجديف بالكياك، نتغلغل بين القرم كانها شوارع مائية. شفنا شيء مو بحلو، والصراحة كان شيء ضايق. ايوه الله، شنو هاي؟ شوف 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 شوف، شنو هاي؟ غزل؟ شو يسوي الغزل هنا؟ تعال تعال تعال، قدم قدم قدم، خلينا خلينا نوقف. اوكي اوكي اوكي، خلينا ننزل خلينا ننزل خلينا ننزل، خلينا نشوف سالفته. الله شقيت وجهي بالمدار؟ ما نمت، مش أول مرة. هاي الشيء اللي ما كان ودنا نشوفه الصراحة، مكان حلو يعني، وشكل ما شفتوه معانا مناظر ولا أروع. غزل يعني، أنا مش فاهم اللي حاط الغزل هني إيش بيصيد ولا إيش بيسوي. لا حط غزل، شله، ليش تخليه؟ انت خدته ودامك منه، شله، ليش خليته؟ ايوه دام اللي ذبح السمك، ذبح القباقب، يعني اي شيء ايش في المكان بيموت، بيصير مقبره، شوه المنظر اول شيء، عقب ذبح السمك. يا اخي ميتين ميتين، وترى وتوهم يعني، ما اظن بعد من فتره. فهاي الغزل بيتم يذبح زين الحياه الفطريه الموجوده في المكان، يذبح يعني. كل شيء، يذبح كل شيء يعني، اي شيء من ورا الغزل بيموت. زين انا يا اخي عندي سكين، خلينا نحاول نشيل اللي نقدر عليه. نشيل بالنظف نشيل المكان. اوكي. شربيان في. يعني ما الحين احنا كم اخذنا واحنا نشيل الغزل؟ ما اخذنا دقيقة. ما اخذنا شيء. راعي ليش تعيز عنه وخلاه؟ فاحنا حرام والله حرام. بنحمل اللي نقدر عليه من الهاي. طبعاً ريحته الله يعيننا عليها. يلا توكل الله توكل الله. وبعدها كملنا طريقنا في مكان يصعب وصفه من جماله، ويوم واحد ما يكفي، ولو يصير لنا فرصة ثانية ما راح نتردد نرجع هالمكان. شكل ما تعرفون أنا وصلاح نحب المغاوص، فإحنا شفنا المكان من فوق الماي، والحين راح نلقي نظرة تحت الماي. خلنا شيء سنجلة نجيب نشتغل على طول على الجاي. يلا ربز رصيف. الله الحملة. شو شلون؟ هاي طلعنا.
خش رياضة ها؟ الحين وصلنا المكان اللي احنا نبيه وشفنا اشياء عجيبة من طيور من سمك من القرم نفسه وذقناه انزين واستمتعنا بالكياك وبالهدوء وبالطبيعة. الحين ان شاء الله بناخذ عدتنا بنغوص. اكتشفنا المحمية فوق البر، الحين ان شاء الله بنكتشفها تحت الماء. دورنا ان ننزل تحت يا صلاح وندور عن هذا الشيء، واحنا عندنا فكرة عنه بشكل تقريبي في الصورة اللي رويناكم اياها، فان شاء الله يكون موجود قدامنا ونحصله. فجاهز ان شاء الله؟ ان شاء الله جاهز. توكل على الله. توكل على الله. القرم له فوايد وايد النظام البيئي، وهو المكان المثالي حق السمك والكباقب والربيان والأحياء المائية. بس ما شفنا هالرخويات اللي يقولون عنها، يمكن مش موجودة أصلاً. صد شيء يكدر، تونا غايصين تحت الماي إلا ونحصل على أشياء محذوفة تحت الماي. صلاح شوف هذا شيء، الأشياء اللي ممكن إيش تعور القلب تحصلها تحت الماي. واضح إن حق هالحق ثلج، فالظاهر في ناس جو وكان يبي معاهم البارد وغلوا كشرتهم تمت في الماي، فبناخذها معانا. خلي غرف الكشرة. ما نستغرب لما نشوف الناس يقولون ان هذه الرخويات صعب انك تشوفها ولا صعب انك يعني تحصلها، ممكن هي موجوده بس ما الفرصه ان احنا نشوفها بتكون جدا ضئيله. يلا توكل. فعلا منطقه الخور جميله وواسعه ومحتاجه ايام وايام للاستكشاف. احنا الحين في طريقنا الى جزيرة بن غنام، او مثل ما يسمونها جزيرة البنفسج. جزيرة بن غنام أو جزيرة البنفسج تتمتع بأجواء هادية وفي نفس الوقت لها قيمة تاريخية. طبعاً جزيرة البنفسج ينسبون هذا الاسم نسبة للصدفيات كانوا يستخرجونها أو يلقونها في هذه الجزيرة، يطلعون منها لون بنفسجي أو يعصرونها ويطلع منها اللون البنفسجي. من مئات السنين وفي روايات تقول لك آلاف السنين كانت هالجزيرة عبارة عن مصنع، كانوا يأخذون هالرخويات ولا الصدفيات إنزين وكانوا يعالجونها ويعصرونها بطريقة خاصة لاستخراج اللون البنفسجي، عشان كذي يقال لها هذه جزيرة البنفسج. هذا كان يستخرج كميات قليلة، فكانوا الظاهر يحصلون على القطرة منه، فكانت غالية الثمن
وكانوا نفس الوقت تصدر حق أماكن ثانية، ما كانوا الأشخاص العاديين يقدرون يستخدمونها لصبغ الملابس ولا لصبغ أشياء معينة. أكثر الناس البطرة هم اللي كانوا يستخدمون هاي اللون. الناس الأغنياء يعني مثل القماش، قبل كانوا أهلنا يطلعون القماش ويبيعونها. هذه واحدة من المتحجرات اللي في الجزيرة. طبعا هذه يعني مثل الحويتة أو الصدفة أو صقور، فمتحجرة. هذه أصلا كانت في يوم من الأيام حية فتحجرت، يعني ما تحجر أنا على حد علمي اللي يبيلها مئات السنين. هاي لقيناها في راس يبل الجزيرة، فهذه تحجرت قبل كم سنة كانت حية، وحين حجر لقيناها إحنا. فأعتقد يمكن الله العالم هاي اللي كانوا يطلعون منها اللون البنفسجي، إحنا ما شفناه سمعناه به. بس في منظر صراحة هذا اللي تكرر معانا، لاحظته تكرر فوق الماي، المنظر المزعج اللي شفناه أنا وأخوي خالد، مزعج في كل مكان شفناه. شفناه في القرم، شفناه في الجزيرة، وشفناه تحت الماي. أغزول ما تم مكان يعني نعم فوق الماي، تحت البيئة الماي. اللي فوق الماي والبيئة اللي تحت الماي مضررة بسبب من؟ بسببنا إحنا. أني ونستانس نستمتع في المكان نظيف ونطلع منه صراحة، يعني يا ليت الواحد يطلع من المكان مثل ما دخله، مكان نظيف يتم لنا حق غيرنا. منطقة القرم منطقة متميزة وجميلة ونادرة ومليئة بالحياة البحرية، بس واجبنا أن نحافظ عليها في دولتنا الحبيبة.